ويوم جديد ويوم جميل من ايام رمضان الجميله. هنعمل النهارده الرز بلبن، وهنعمل تاني وصفه فور سيزون الكنافه. الرز بلبن مقاديره سهله جدا. هناخد نص كيلو لبن، او هنقول لو انت عايز تعملي كميه كيلو اللبن عليه نص كوبايه رز، لان الرز لما بيتسلق بينفش. معاه كوبايه وسكر، كوبايه ونص سكر، معاه 3 معالق نشا وفانيليا، بس مش اكتر من كده. لكن انا دلوقتي هعمل نص المقدار. انا هنا سلقه ربع كوبايه رز. تسلقي الرز كويس قوي لحد ما الحبايه تبقى طريه بالمنظر ده، اوريها لك برده. نسلق الرز وتبقى الحبايه بالمنظر ده كده، بصوا يعني مش مهريه، يعني طريه بس مش مهريه، بصوا كده عشان لما اجي اكل الرز بلبن ما يقرش. امسح ايدي بقى. خلاص ده الرز بلبن كده انا سلقاه، وحتى اتبقى فيه شويه ميه بسيبهم ما بصفوهوش. افتح بقى النار كده. معايا هنا هو تبقى نص كيلو لبن، النص كيلو يعتبر كوبايتين لبن. هنا هو طبعا السكر، انا مش هاخد الكوبايه ونص سكر، انا هاخد يعني هقول كوبايه، وانتي مثلا بتدوقي كده او تشوفي حسب كميه السكر اللي انتي بتحبيها. وهدوب النشا، 3 معالق دول هدوبهم، وانزل حبه حبه لحد ايه ما الرز بلبن يربط معايا والفانيليا. احط بقى اللبن كده، يبقى هنا ده ربع كوبايه رز عليهم نص لتر لبن، او اللي هو نص كيلو لبن او كوبايتين لبن، زي ايه ما تحبي يعني. انا بقول لك المعايير بالظبط، يعني بالكوبايه وباللتر اهو. هنحط مثلا ايه السكر، نحط نشوف كده، نحط حبه كده، نحط كوبايه بس في المعقول يعني كده، لان انا كمان انا ما بحبش الرز بلبن يبقى كميه الرز كتير، عشان ما نحسش ان احنا بناكل رز. لا احنا عايزين ناكل، نحس ان احنا بناكل ما بين الرز وما بين ان احنا بناكل لبن، برضو نحس بطعم اللبن. هناخد الفانيليا كده، هناخد النشا، هجيب مية بس كده ندوب النشا، نجيب المعلقة دي مش مشكلة. هندوب النشا في شوية مية او في شوية لبن باردين كده اهو. ما نحطش النشا على الرز بلبن على طول وهو سخن عشان ما يكلكعش. ندوب النشا بس الاول كده، نحط شوية مية تانيين كده. هي النشا بتبقى جامدة كده، فن ايه ندوبها كده عشان تفك. لازم النشا تفك، لو نزلتيها كده هتلاقي الرز بلبن بتاعك كلكع وبقى تخين بزيادة يعني بالطريقة دي كده. بصوا ابتدت النشا تفك ازاي كده اهو. اقلبها كده الطريقة دي، نقلب بقى هنا الرز بلبن كده. الفانيليا بتدي ريحه وطعم حلو قوي، ولو عيدان الفانيليا تبقى احلى واحلى، نروح ايه حاطينها جوه اللبن. هنزل كده بالنشا بس كفايه دول، واشوف ما ربطتش معايا كويس هنزل شويه بالشكل ده كده. انا عايزه سمكها ما تبقاش ايه تخينه قوي، لان هي هتمسك، يبقى سمكها معقول زي ما هوريكي دلوقتي. بوجي وطمطم النهارده هناكلهم رز بلبن بعد الفطار ان شاء الله. ما تنسوهمش، ها دول ضيوفي واصحابي طول فتره شهر رمضان ان شاء الله. كده نقلب كده. ممكن بقى ساعتها تروحي محضره الاطباق او الكاسات اللي انت هتحطي فيها. وارجع تاني نقلب كويس
والنار تبقى عالية بس ايه عينك عليه كده اهو. يبقى عامل الربط هنا اللي هيربط لي الرز مع اللبن هي ايه النشا. والنشا انا قلت ما ننزلش النشا مره واحده، احنا بندوبها في شويه ميه صغيرين او لبن على البارد، بعدين ننزل بيها ونقلب. يبقى احنا هنا حطينا ربع كوبايه رز مسلوق عليها نص لتر لبن او نص كيلو لبن او كوبايتين لبن زي ما تحبي خلاص، عليهم كوبايه سكر، هنقول كوبايه سكر وحسب التحليه اللي انت تحبيها كده اهوت، والفانيليا. هنقعد بقى نقلب كده لحد ما احس ان القوام بتاع الرز بلبن بقى حلو بالشكل ده كده. وما تستعجليش، واحده واحده. انا حاسه ان هو ابتدى يتقل من تحت شويه، لما بتقلبي من معلقه بتحس ان بتقل من تحت شويه لان الحراره بتبقى قريبه من تحت اكتر، فبنقلب علشان الحراره تتوزع كلها في الحل كده. الرز بلبن بقى دلوقتي كمان بناكله بالايس كريم بالفواكه، نشكل يعني مش لازم رز بلبن ساده يعني. وانا في حلقاتي وكمان معايا بوجي وطمطم، انا بحب ان انا اهتم بالاطفال جدا وبالذات في شهر رمضان عشان في اطفال بيبقوا صايمين، فازاي نحببهم في الحاجه اللي بياكلوها وازاي نشجعهم على الصيام ان احنا نقدم لهم الاكل او الحاجه الحلوه بطريقه حلوه علشان يشجعهم على الصيام، يصوموا وما يحسوش ان هم لا انا مش هصوم عشان انا جعان، لا صوم علشان يعني الاطفال بيصوموا علشان ايه بعد الفطار بص هاكلك ايه، بص هنعمل ايه، وخليهم يدخلوا معاكي وخليهم يساعدوكي في الحاجه اللي انت بتعمليها. بص بعد الفطار هنعمل ايه كده، فاحنا جايبين برضو بوي وطمطم عشان ايه الاطفال نشجعهم. بوي وطمطم صايمين معانا وهيفطروا بعد الفطار، وهيفطروا بعد بعد الاذان يأذن ان شاء الله كده. نقلب، بصوا القوام بدأ يتقل اهو شوية تانيين كده. واهم حاجة في الرز بلبن سلق الرز كويس. سلقتي الرز كويس مش هتحس ان الرز تحت ضرسك كده بيقرش، لا هتحسيه ناعم بيدوب على طول كده اهو. وبعدين رز بلبن ناكله في السحور، يعني ممكن نكتفي ان احنا ندي للاطفال عشان ما يبقاش يناموا وهم في تقل، نديهم طبق رز بلبن، يعني مش لازم بعد الفطار على طول، لا ممكن في السحور ناكل طبق رز بلبن، مش لازم جبن كده اهو. بصوا بدأ اهو حبة حبة، بصوا الرز مع اللبن عامل ازاي، يعني النار سخنة قوي كده. بالشكل ده كده انا هسيبه كده شوية بس هوريكم اللي انا عاملاه، وهحط برضو الكوبايات قدامكم لان انا عامله للاطفال في كوبايات وعامله للكبار في طواجن. اقلب بس كده برضو تاني ممكن نحطه كده لو كبار عندنا خلاص، نروح حاطين بقى ايه زينه كده اهو، حاجه بسيطه كده من الورد ده يدي شكل حلو المنظر ده كده. ممكن نحط كريز، يعني ايه يعني نكسر بس اللون الابيض ده، ممكن نحط مكسرات اشوف بس الرز اللبن ده. بصوا اهو انا طفيت عليه كده معقول لان هو هيمسك، بصوا كده معقول هو مش هيتخن ويمسك، لا انا ده كده السمك بتاعه اللي انا عايزاه، انا ما احطه في الكوبايات هيمسك. بس كده اقربه كده بالطريقه دي، واروح جايبه بقى ايه يعني المكاييل، مش بستخدمها بس ان انا اوزن الحاجه او اشوف الحاجه، لا بستخدمها في الغرف كمان. بصوا اهو ده كده صح، اروح جايبه كده بالشكل ده اهو،
اي كوبايات اي كاسات عندك الاطفال اعملي لهم في كوبايه بلاستيك ضد الحراره، يعني استخدمي الكوبايات البلاستيك اللي هي ضد الحراره بالمنظر ده. بس اشيل دول واوريكي بقى الحاجات اللي انا عاملاها. هنقدم مثلا الاطفال كده خلاص في الكوبايات اللي زي دي مثلا كده اهوت خلاص، ونروح جايبين ايه بوجي وطمطم برضو نحطهم عشان نشجعهم، يعني ما تديلهمش الكوبايات كده وخلاص، لا احط لهم حاجه تفرحهم. نحط كده الفانوس، وانا هنا مثلا جايبه عشان الاطفال شوكولاته ملونه لونها احمر واصفر، دي بتعمل مانجا ودي بتعمل فراوله، اروح حاطه لهم برده كده اكسر لهم لون الطبق بتاعهم بالمنظر ده كده، نخلي الفانوس كده طالما مش عايز يقف نحط كده كده اهو. ممكن طمطم علشان هي الفستان بتاعها احمر نحط لها الشوكولاته باللون الاحمر بالفراوله، وبوجي لابس اصفر يبقى نحط له الشوكولاته اللي باللون الاصفر كده. الحاجات دي بقى الولاد يتبسطوا بيها جدا، بس كده يعني مش حاطين بقى مكسرات. تمام كده يبقى عملنا الرز بلبن اهو. هنروح فاصل صغير ونرجع نعمل فور سيزون الكنافه. فاصل وارجع لكم.